الزيارة الأولى لوزير الشؤون الخارجية خوسي مانويل ألباريس هي إلى المغرب لتواصل بذلك الحكومة الإسبانية إعطاء الأولوية المطلقة للعلاقة مع الجار المغرب، والتي تم استعادتها في مارس 2022 بعد تولي سانشيز المواقف المغربية بشأن الصحراء المغربية. المصادر المتعددة الإسبانية التي تم العودة إليها ترى أن الزيارة تتميز بعلاقات تعاون سياسية واقتصادية وثقافية وتنموية، ومع ذلك من المتوقع أن يتم المضي قدما في الأمور المدرجة في خارطة الطريق للعلاقات الجديدة المتفق عليها في زيارة سانشيز في أبريل 2022 وفي الاجتماع رفيع المستوى في فبراير الماضي. المحلل السياسي والخبير في العلاقات المغربية الإسبانية الدكتور محمد الظاهري، أستاذ بجامعة كومبلوتينسي في مدريد، يرى أن زيارة ألباريس في هذه الفترة السياسية الداخلية إلى الرباط تجعلها محكومة بخمس اعتبارات. الأول، كونها أول زيارة رسمية خارجية له منذ تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة الشهر الماضي. الثاني، كونها تمهيدية للزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بداية السنة المقبلة. الثالث، كونها تأتي في وقت يشهد تناغما خاصا في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، خصوصا بعد أن غيرت مدريد موقفها بخصوص الأقاليم الجنوبية المغربية في شهر مارس من السنة الماضية. الرابع، لأنها ستمكن وزيري خارجية البلدين وزير ألباريس والوزير بوريطا من استئناف المشاورات لتنزيل خارطة الطريق المتفق عليها خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز مع ملك المغرب في أبريل من السنة الماضية، والتي تهدف تأسيس لعلاقة جديدة بين البلدين. والخامس، ستكون مناسبة لتدارس الملفات العالقة بين البلدين، وبدون شك سيتطرقون إلى موضوع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، وكذا ترتيبات تنظيم كأس العالم 2030. ولعل توثيق العلاقة بين المغرب وإسبانيا لا يتحقق من اتصالات سياسية أو زيارات مسؤولين من البلدين، بل من خلال وقع يعكس نتائج ملموسة ونتائج محسوسة في مستويات التعاون الثنائي المتعدد، مما يسند الجوار المغربي الإسباني ويقوي شوكته. ويعدد الظاهري هذه المستويات على هذا النحو: منذ الإعلان المشترك الصادر في أبريل من السنة الفارطة، تعززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات عدة. ففي المجال الاقتصادي، من خلال تتبعنا لاحظنا كيف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ ما يقارب 20 مليار يورو، حيث تعد إسبانيا الزبون الأول للمغرب، في حين يعتبر المغرب الشريك التجاري الثالث لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. كما شهدت المبادلات التجارية ارتفاعا يقدر بنسبة 40% مقارنة بالفترة التي سبقت اعتماد خارطة الطريق الجديدة في أبريل من السنة الماضية. لكن بموازاة مع ذلك، تتشكل ثمة رؤية خاصة لدى مدريد بخصوص زيارة رئيس دبلوماسيتها إلى المغرب، خصوصا في هذا الظرف السياسي الذي تواجه فيه حكومة سانشيز ملفات كبرى مثل الدفاع العفوي الشامل وتربص اليمين واليمين المتطرف في إسبانيا بحكومته الائتلافية، وكذلك في البرلمان الأوروبي. لذلك توضح الأستاذة بجامعة إشبيلية المختصة بالدراسات المقارنة المتوسطية أن الزيارة في هذه المرحلة المقصود منها التشديد على محور مدريد باعتبارها واحدة من الأولويات المطلقة في السياسة الخارجية الإسبانية. تعتبر مدريد هذه الزيارة ذات أهمية خاصة، ليس فقط في إطار الجهود التقليدية لاستئناف التعاون مع شريك أساسي أو في إطار استئناف الجهود لحل القضايا العالقة، بل أعتقد أن هذه الزيارة التي تأتي بعد تشكيل الحكومة تسلط الضوء على أهمية محور مدريد الرباط بالنسبة لجدول أعمال الحكومة الملح خلال هذه الفترة التشريعية. ثم تبرز إلينا مورينو أن المغرب حاضر ضمن القضايا الأساسية والملحة التي تشغل ولاية سانشيز في هذه المرحلة. رغم أن إسبانيا تواجه مع بداية الولاية الجديدة قضايا داخلية مشتعلة ذات أهمية قصوى وطنيا وأوروبيا، مثل تعزيز نفوذ الحكومة على مستوى القضايا الأوروبية ومسألة الحرب في غزة، حيث اتخذ سانشيز مبادرات في هذا الاتجاه
إلا أن المغرب حاضر بين هذه المحاور الرئيسة ذات الأولوية بالنسبة لمدريد، ولعل زيارة ألباريس للرباط تعكس بشكل أساسي هذا التصور. من مدريد محمد مدن، ميديا.